السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن موضوع الطلاق. نعم. فجات لنا شوية أسئلة كده هنعرضها على حضرتك إن شاء الله. اتفضل. السؤال الأول بيقول لك هل ما يعرف في الغرب بالفراق يجوز في الإسلام؟ يعني مثلا رجل وزوجته مسلمين وبيعيشوا في الغرب مع أطفالهم ويفكر الزوج بيفكر جديا بالطلاق، يقترح عليه شخص بانه يفترق اولا ويذهب كل منهم في مسكن قريب، فده يجوز؟ ايوه، لكن هذا ليس طلاقا، يعني هذا تباعد لفتره ربما يعني تهدئ النفوس او كذا، فهذا ليس طلاقا، واذا كان هذا برضا الطرفين فهو جائز. يعني إن أراد أن يبتعد عن زوجته فترة من الزمن ويتركها في سكن مستقل وهو يقيم في سكن آخر ويتردد عليها، فهي زوجته يعني يستطيع أن يتردد، وإذا رضيت هي بذلك يجوز، لكنه ليس طلاقا. يعني الطلاق لابد أن يطلقها وتسبق به حقوق معينة وله أحكام معينة، أما في هذه الحالة فهما أزواج ولكن اختار أن يعني يبتعد عن بعضهم البعض لفترة من الزمن. طيب متى تنتهي العدة للطلاق الأول؟ وهل هي بعد انتهاء الدورة الشهرية الدورة للشهر الثالث أو عند بداية الشهر الرابع؟ هي أولا العدة في الطلاق الأول كالعدة في الثاني كالعدة في الطلاق الثالث، يعني ما فيش فرق في العدة في مدتها بين يعني الطلقة الأولى والثانية والثالثة، ممكن يكون هناك فرق في الأحكام ولكن في المدة في كل يعني طلاق يعني واحد، ولكن المدة بتختلف بحسب الحالة. فالمرأة الحامل مثلا عدتها تنتهي بوضع الحمل، حتى ولو يعني وضعت الحمل بعد الطلاق بساعة أو بيوم تنتهي عدتها بوضع الحمل. المرأة التي تحيض وليست حاملا فهذه عدتها أن تحيض 3 حيضات، بمعنى أنها إذا طبقت إذا حاضت المرة الأولى ثم حاضت المرة الثانية ثم حاضت الثالثة وانتهت الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها. يعني تجوز من السؤال أن العدة الحيضة الثالثة أو الرابعة، لا، هو انتهاء الحيضة الثالثة، إذا انتهت الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها. هناك امرأة لا تحيض يعني انقطع عنها الدم كالمرأة التي وصلت مثلا إلى سن اليأس، فهذه عدتها بالأشهر، فتحتسب عدتها ب3 أشهر قمرية من بعد الطلاق أو من تاريخ الطلاق، وهكذا العدة تختلف باختلاف يعني حال المرأة. وهناك طبعا عدة الوفاء وهي 4 أشهر قمرية و10 أيام. نعم. في نفس السؤال برضو انا طرق في دماغي دلوقتي فكره العده ايه؟ طالما المراه حاضت اول مره يبقى كده هي المفروض انها مش حامل، فليه 3 مرات ورا بعض؟ هم قالوا طبعا العده لها غرضان، وطبعا احنا بنفرق ما بين الحكم وحكمته، يعني هناك الحكم وهناك الحكمه من هذا الحكم، فالحكم يعني مضطرد ومستمر سواء أوجدت الحكمة أو لم توجد. الحكمة غالبا ما تقترن بالحكم لكن قد تتخلف، لكن إذا تخلفت الحكمة فالحكم باق كما هو. فمثلا يعني بنقول إن الإسلام شرع قصر الصلاة للمسافر، وكذلك شرع له الفطرة في رمضان إذا كان مسافرا. الحكمة من هذا التشريع هو التخفيف عن المسافر باعتبار أن السفر مشقة، ولكن لو فرضنا أن الإنسان سافر بوسيلة يعني مرفهة جدا ولم يشعر بأي مشقة في سفره، فهل معنى ذلك أن احنا نترك الحكم الشرعي لعدم وجود الحكمة وهي التخفيف؟ فالجواب لا، يعني الحكم ثابت سواء وجد يعني الغرض منه أو لم يوجد الغرض منه. فكذلك الأمر بالنسبة للطلاق ذكروا له مقاصد، فمنها تعرف براءة الرحم، وهذا يحصل بأن تحيض ولو مرة واحدة، ولكن أيضا من مقاصده
يعني إظهار الإيه التأسف واحترام المشاعر الإنسانية، يعني لا يليق مثلا بأن المرأة تكون مثلا في عصمة الرجل ثم يطلقها فتتزوج مثلا من اليوم التالي وهكذا. فإظهار التأسف ويعني احترام مشاعر الطرفين في هذه الحالة يكون أيضا من مقاصد العدة يعني. فهذا قدره الإسلام بهذه المدة التي ذكرناها وهي 3 حيضات أو 3 أشهر إذا لم تكن ذات حيض أو وضع الحمل. طيب، ما هي الأشياء التي يجوز فعلها أثناء العدة والتي لا تؤثر على عملية الطلاق؟ يعني مثلا الرجل يسلم على زوجته إذا فعلها يعني لا تكون رجعته. نعم، يفعل كل شيء إلا أن يعني يفعل معها ما لا يحل إلا للزوج، وكذلك لا يقول لها رددتك أو رجعتك، لأنه لو قال رددتك إلى عصمتي أو رجعتك أو فعل معها ما يفعل الزوج بزوجته من التقبيل وهكذا والجماع ونحو هذا، فهذا يعد رجوعا، يعني لو فعله فهذه رجع، فإن طلقها بعد ذلك تحتسب طلقة ثانية وهكذا يعني. ولكن يسلم عليها، يعني يعطيها ما تحتاج إليه مثلا من نفقة وكذا، يعني التعامل العادي بين الناس. ولكن إذا قال لها رجعتك أو يعني فعل معها ما يفعله الأزواج فهذا يعد رجوعا عن الطلاق وتحتسب عليه طلقة. طيب، شخص طلق زوجته فعرض في ذهنه إرجاعها، يعني فكر ان هو يرجعها، ولكن لم يقطع بذلك ولم يمارس اي شيء يصدق عليه الرجوع اليها، فهل هذا كافي لتحقيق الارجاع؟ لا، الرجعه اما ان تكون بالقول واما ان تكون بالفعل الدال عليه. فبالقول ان يقول رجعتك او رددتك الى عصمتي ونحو هذا من الالفاظ، او بالفعل بان يجامعها أو يعني يقبلها بشهوة وهكذا. فإذا فعل شيئا من هذا فقد حصلت الرجعة واحتسبت عليه طلقة. أما مجرد التفكير في هذا الأمر أو حتى أن ينويه بقلبه من غير أن يتلفظ بلسانه أو يفعل يعني أفعال الرجعة فهذا لا يعد رجعة. طيب، واحد طلق مراته في وجود شخصين عادلين، و هل ينفع ان الشخصين دول لو طلبوا للشهاده يقولوا ما يشهدوش، ما يعطوش الشهاده؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه. فاذا كانت هناك حقوق متعلقه بالطرفين وطلب يعني احدهما يعني شخصا للشهاده فلا يجوز له ان يمتنع عن الشهاده، ولكن لا يشهد الا بما يعني راى بنفسه، يعني يشهد عند القاضي أن الزوج مثلا قال لزوجته كذا أو كذا، يعني ما رآه بعينه يشهد به. تمام. ولا يجوز له أن يمتنع عن الشهادة. طيب، هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته عبر الهاتف بأن يقول لها أنت طالق طالق طالق، مع العلم أنهما في نفس الدولة؟ ولو في نفس الحجرة. يعني العبرة في الطلاق ليس أن تكون المرأة حاضرة، ولا أن يكون مثلا يعني من خلال التليفون أو من خلال وسائل الاتصالات الحديثة أو كذا أو مشافهة. العبرة بأن ينطق الزوج باللفظ الدال على الطلاق حتى ولو في غياب زوجته، يعني لا يشترط في الطلاق أن يوجه إليها الكلام مباشرة ويقول لها أنت طالق، بل قد يقول وهو جالس مع نفسه زوجتي طالق مني، فهنا يقع الطلاق. ولابد فيه من اللفظ أو ما يقوم مقام اللفظ نحو الكتابة وما إلى ذلك، يعني إذا كتب على ورقة أو كتب رسالة في الموبايل أو في وسائل الاتصال الحديثة قال زوجتي طالق أو قال لها أنت طالق يقع الطلاق بذلك، ولا يشترط حضورها، ولكن يشترط اللفظ أو ما يقوم مقامه كالكتابة أو الإشارة مثلا من الأخرس، يعني الأخرس له إشارة يفهم منها أنه طلق زوجته، فهذا أيضا يقع به الطلاق. تمام. نعم. هل يصح الطلاق الذي يقع تحت ضغط وإكراه؟
طبعا العلماء في هذا مذهبان، فالحنفية يرون أن طلاق المكره يقع مهما كانت درجة الإكراه، أما جمهور الفقهاء وهو ما عليه الفتوى فهو أن طلاق المكره لا يقع، يعني إذا أكره على الطلاق فإن طلاقه لا يعد نافذا ولا يقع بذلك. ولكن طبعا هناك شروط ذكروها في الإكراه، أولا أن يكون يعني المكره قادرا على أن ينفذ تهديده، يعني هدده بالقتل أو بالتعذيب أو بتعذيب أحد أبنائه مثلا أو أحد أصوله أو بإتلاف عضو من أعضائهم أو من أعضائه وهكذا، يعني أكرهه بفعل لا يستطيع أن يتحمله. فلا بد أولا أن يكون المكره على علم بأن المكره جاد في تهديده وقادر على إنفاذ ذلك التهديد، وليست عنده قدرة أن يعني يتغلب عليه ويمتنع عن هذا التهديد. وكذلك أن يكون التهديد بغير حق، فلو أنه مثلا إيه يعني هدده اللي هو المكره، هدد الشخص المكره بأنه مثلا سيبلغ عنه يعني مثلا مباحث تنفيذ الأحكام وهو عليه مثلا حكم في قضية معينة إن لم يطلق، فهذا لو طلق يكون يعني طلاقه واقع لأن هذا التهديد بحق وليس بدون حق. كذلك أيضا يشترط ألا ينوي المكره الطلاق، يعني وهو بيردد لفظ الطلاق مطاوعا المكره لا ينوي في داخله إيقاع الطلاق. فهذه الشروط مهمة جدا، فإذا توفرت هذه الشروط بأن يكون المكره قادرا على تنفيذ تهديده وأن يغلب على ظن المكره أنه يفعل هذا وليس عنده ما يدفع به يعني هذا التهديد، وكان هذا التهديد بغير حق وليس بحق، إذا توفرت هذه الشروط فلا يقع الطلاق، أما إذا فقد أحد هذه الشروط فالطلاق واقع. واحد بيسأل: كنت في ساعة غضب شديدة جدا فقلت لزوجتي أنت طالق 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 3 مرات أمام بناتي وولدي، فما حكم الطلاق؟ أولا يعني قوله أمام بناتي وأولادي أو كذا هذا لا تأثير له في الحكم، يعني سواء قال أمام أولاده أو أمام أحد من الناس أو قال ذلك أمام زوجته وحدها أو قال ذلك من غير أن يكون معه أحد أصلا، فالعبرة ليست بالناس الموجودين وإنما العبرة باللفظ الذي نطقه، فهو قال أنت طالق ويقول هو كان غضبان، فنحن يعني نحقق معه إذا جاءنا، نحقق معه لنعرف درجة الغضب التي كانت عنده، هل يعني كانت درجة انغلق معها الإدراك ولم يعد مالكا للفظ الذي يعني خرج منه، يعني خرج اللفظ غصبا عنه ولم يدري به ولم يدرك يعني ما حوله من الزمان والمكان وكذا، إذا كان الغضب وصل إلى هذه الدرجة من الإغلاق فلا يقع به الطلاق. ولكن الغضب العادي اللي هو الإنسان فيه مدرك لما حوله، يعني نسأله مثلا في أي ساعة وقع الطلاق فيقول مثلا قبل العصر بساعة، نقول له في أي مكان، يقول كنت في المنزل، في أي حجرة، كنت في الحجرة الفلانية، طب كنت جالسا أو يعني واقفا أو كذا، فيقول مثلا كنت واقفا. فإذا من خلال هذه الأسئلة المفتي يستطيع أن يعرف أنه كان مدركا لما حوله، يعني لم ينغلق تفكيره وإدراكه بهذه الحالة من الغضب. فيسأل هل يعني نطقت اللفظ وأنت مختار ولا اللفظ قفز على لسانك من غير أن تتحكم فيه، فنحقق هكذا معه في الإدراك والإملاك، يعني في إدراكه لما حوله وفي أنه ملك اللفظ الذي خرج منه. فإذا كان مالكا ومدركا فالطلاق واقع، أما إذا كان الغضب وصل إلى درجة يعني سدت منافذ الإدراك عنده أو لم يعد مالكا للفظ الذي يقوله، فحينئذ يفتي المفتي بأن الطلاق لا يقع، لكن هذه لابد فيها من الرجوع إلى المفتي، يعني لا يجوز للإنسان أن يفتي نفسه في هذا. نعم. شخص زوجته لا تحترمه وبتسبه أمام أطفاله، فهل يجوز له أن يطلقها؟ نعم يجوز، يعني الطلاق هذا مشروع كما قال الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالإنسان إذا كان على وفاق مع زوجته يعني يكملان الحياة الزوجية، أما إذا بدأ
منها ما تستحيل معه العشرة، كأن يعني تمتنع من أداء الحقوق الزوجية، كأن يعني تسبه وتشتمه ولا ينفع معها الإصلاح، أو تقصر في يعني واجباتها، أو هو مثلا بالعكس يفعل شيئا من هذا، ففي هذه الحالة شرع الإسلام الطلاق والطلاق جائز. هل يجوز الطلاق بمجرد اللفظ؟ بمعنى قاعد مع مراته بيهزر ولا طب يلا روحي وانت طالق؟ هنا نفرق بين نوعين من الألفاظ. هناك ألفاظ صريحة في الطلاق، كان يقول لها أنت طالق أو أنت مطلقة أو يعني طلقتك، فهذه ألفاظ صريحة في الطلاق. فهذه الألفاظ الصريحة إذا قالها يعني قاصدا أو مازحا أو يعني عامدا أو غير متعمد فالطلاق واقع. لكن هناك ألفاظ تسمى كنايات الطلاق، يعني ألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. فلو قال لها مثلا يعني الحقي بأهلك أو اذهبي إلى أهلك أو إلى أبيك وأمك وهكذا، فهذا اللفظ يحتمل أنه الحقي بأهلك لأنني طلقتك، ويحتمل أنه يعني يريد أن يستريح منها بعض الأيام يعني، أو أن يبتعد عن بعضهما بعض الوقت حتى تهدأ النفوس. فاللفظ نفسه يحتمل معنى الطلاق ويحتمل غيره من المعاني، فهذا يسمى بكنايات الطلاق، هذا من ألفاظ الكناية. ففي ألفاظ الكناية لابد أن يكون ناويا الطلاق، فإذا خرج منه مثلا على قصد المزاح أو على قصد التهديد أو كذا فلا يقع الطلاق بذلك. إذا كان اللفظ لفظ إيه كناية، لابد أن يكون قاصدا الطلاق، فمع المزاح لا يكون هناك قصد للطلاق. أما باللفظ الصريح فحتى ولو كان مازحا يقع الطلاق، إلا إذا كان يعني اللفظ الصريح الحالة الوحيدة اللي ما بيقعش فيه الطلاق اللي هو إذا يعني حصل انغلاق في عقله فلم يعد يدرك أو لم يملك اللفظ، هي حالة الغضب الشديدة، فهنا حتى مع اللفظ الصريح لا يقع الطلاق. أما ما سوى ذلك فيقع الطلاق باللفظ الصريح سواء نوى أو لم يمنع. نعم. هو مش عاقد النية أو ما عندوش التفكير الجدي، أو ما هو مش نيته إن هو يطلق بس بيهزر. ما إحنا اتفقنا في الأول إن الطلاق بيقع بشرطين، بشرط اللفظ وشرط النية. لا. هو قال اللفظ بس هو ما عندوش النية، هو فقط بيمزح مع مراته. لا، ما إحنا قلنا الطلاق بيقع بمجرد اللفظ في الألفاظ الصريحة. يعني اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، إنما إيه اللي بيحتاج إلى نية؟ لفظ الكناية اللي هو اللفظ الذي فيه معنى الطلاق وفيه غيره من المعاني، فنسأله عن نيته، يعني ماذا كنت تنوي بهذا اللفظ؟ فيقول مثلا كنت أنوي الطلاق فيقع الطلاق، أو يقول كنت أمزح لم أكن أنوي الطلاق، أو كنت أهددها، أو كنت يعني قصدت مثلا إهانتها أو كذا، فما كان قاصدا الطلاق. فطالما اللفظ كناية فنسأل عن النية، إنما إذا كان اللفظ صريحا كقوله أنت طالق بالقاف كمان، لأن يعني إذا قال أنت طالق بالهمزة فدي بنعتبرها نحن من الكنايات، يبقى نسأله عن النية. إنما لو قال أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك، يعني هذه ألفاظ صريحة، فالألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نية. نعم. إنما الكنايات تحتاج إلى النية. هنا اللهجة العامية المصرية في الغالب لا يقول طالق بالقاف وإنما يقول طالق بالهمزة. لسه حصل على الحتة دي. بالهمزة. فهل طالق بالهمزة هذه من صريح الطلاق ولا من كنايات الطلاق؟ يعني هل هي من الألفاظ الصريحة ولا من ألفاظ الكنايات؟ فالإفتاء على أنه من ألفاظ الكنايات، فمن ثم يحتاج إلى النية. فلو قال كنت أمزح أو كنت كذا فهذا لا يقع طلاقه إن كان بلفظ طالق، أما إذا كان بلفظ طالق فالنية ليست مهمة في هذه الحالة. وخلال العدة حصل ما بينهما ملامسة وتطبيل دون أن يقصد إرجاعها لذمته، فهل يعد ذلك رجوعا مع أنه لا يريد إرجاعها، إنما حصل ذلك بدافع إفراغ الشهوة؟ نعم، الفتوى على أن هذا يعد رجوعا، يعني إذا فعل ما لا يحل للرجل أن يفعله إلا مع زوجته فهذا الفعل منه يعد رجوعا. فإذا أراد أن يعني يمضي الطلاق يطلقها مرة ثانية، ولكن يخصم من رصيده مرة.
امرأة اشترطت في عقد توكيل زوجها بالطلاق بطلاق نفسها منه عند رغبتها بذلك وأوقعت الطلاق، فإذا قالت فقط أنا طالق من دون استحضار عنوانها الشخصي وعدم القصد بإيقاع الطلاق ووكلت غيرها في إيقاع الطلاق، فهل يكفي أن يقول زوجها موكلتي طالق وهل يقع الطلاق بذلك؟ هو السؤال يعني مش واضح ليا بالصيغه دي، لكن هو في حاجه اسمها التوكيل بالطلاق او التفويض بالطلاق، يعني ان الزوج يفوض زوجته في ان تطلق نفسها عليه او يوكلها في ايقاع الطلاق يعني منه. ففي هذه الحاله اذا اشترطت الزوجه هذا ووكلها الزوج في الايه في الطلاق، فلها ان تطلق نفسها عليه بان تقول طلقت نفسي عليك، فاذا فعلت هذا فقد وقع الايه الطلاق. وكذلك ايضا للزوج ان يوكل شخصا اجنبيا بايقاع الطلاق، يعني مش فقط ان يوكل زوجته، ممكن يوكل مثلا اباه او اخاه او صديقا له او شخصا يعني اخر، ويقول له وكلتك في تطليق زوجتي، فيقول هذا الوكيل طلقت زوجه فلان على فلان، فايضا اذا حصل هذا يقع الايه يقع الطلاق. يعني التوكيل دوت باللفظ ولا توكيل او فوضتك في، ولا هيبقى توكيل قانوني وشهر عقاري هذا او ذاك، يعني التوكيل بالموثق في الشهر العقاري او التوكيل المكتوب بكتابه عرفيه او باللفظ يقول لها وكلتك في ايقاع الطلاق. لكن غايه ما في الامر انه اذا انكرها عند القاضي انه وكلها، فاذا كان التوكيل موثقا حكم القاضي بمقتضاه، وان كان شفويا لم يحكم القاضي الا بالبينه، يعني الا اذا اقر الزوج بان وكل زوجته فعلا بايقاع الايه الطلاق او شاهد الشهود مثلا بذلك. فالفرق في التوثيق وعدم التوثيق هو يعني اذا حصل التنازع امام القضاء، انما اذا لم يحصل التنازع حتى ولو وكلها يعني شفويا بان يقول له وكلتك في تطليق نفسك، فاذا طلقت نفسها فيقع الطلاق. طبعا في نوع من التوكيل يسميه الفقهاء خيار المخيرة، يعني ان هو يقول لها في مجلس اختاري نفسك، فهذا ايضا نوع من التوكيل، فيجوز لها ان تطلق نفسها ولكن في المجلس، يعني في نفس المجلس الذي قال لها فيه اختاري نفسك، فهذا توكيل، ولكن توكيل ايه مؤقت، مؤقت بمدة هي مدة المجلس الذي خيرها فيه، يعني اختاري نفسك فاختارت الطلاق في نفس المجلس يقع الطلاق بهذا. لكن لو قال لها اختاري نفسك ثم انتهى المجلس فأرادت أن تطلق نفسها بعد ذلك لا يجوز لها هذا، لأن هذا توكيل مؤقت. فإذا التوكيل منه توكيل مؤقت، وهو ما يسميه الفقهاء خيار المخيرة. وهناك توكيل ليس مقيدا بالمجلس، هو أن يقول لها مثلا وكلتك أو فوضتك في تطليق نفسك مني، فهذا يعني يبقى قائما إلى أن تطلق نفسها. طيب، هل يصح الطلاق أمام شخص يصافح النساء بحجة أنه مضطر لأجل تجارته؟ ما هو احنا يعني أولا هنا السؤال هذا مركب من عدة أشياء. الشيء الأول أنه هل يجب الإشهاد على الطلاق؟ الجواب لا يجب الإشهاد على الطلاق، لأنه كما قلنا الطلاق ده بيصدر بإرادة منفردة من الزوج، هو الذي يطلق، يعني قد يتفقان قد يتفهمان عليه، لكن في الآخر لابد من لفظه هو، ومن ثم يقع الطلاق إذا صدر منه هذا اللفظ سواء أكان في محضر الشهود أو لا. فإذا أصلا يعني لا يشترط حضور الشهود في الطلاق. الأمر الآخر إن مسألة المصافحة يعني هناك يعني حتى لو فرضنا أنه لابد من حضور الشهود العدول، فهل العدالة تنخرم بالمصافحة أو بمثلا التدخين ونحو هذا؟ هذه أمور مختلف فيها. يعني المصافحة إذا لم تكن بشهوة، يعني يصافح النساء مثلا في العمل بغير شهوة، يعني لأن عمله يضطره إلى هذا، هذا بعض العلماء يعني كرهه كراهة التحريم، وبعضهم قالوا إنه يعني جائز طالما أنه ليس بشهوة وطالما أن الشهوة يعني مأمونة من الطرفين، ولكن يكون حراما إذا كان هناك شهوة أو كان يعني شهوة متحققة أو يعني متوقعة. فإذا مسألة المصافحة هذه من غير الشهوة ومن غير توقع الشهوة هذه
يعني أجازها بعض الإيه الفقهاء، فلا تسقط عدالة من يفعلها. كذلك مثلا لو أن شخصا يدخن أو يعني يلعب الشطرنج أو الطاولة أو كذا أو كذا، هذه أمور اختلف فيها الإيه الفقهاء. ولذلك لو يعني اشترطت الشهادة في عقد من العقود فهؤلاء يصلحون للشهادة. لكن على كل الأحوال الطلاق لا يشترط فيه الإشهاد. نفس السؤال تقريبا حضرتك جاوبت عنه، هل يصح الطلاق أمام من يلعب الورق؟ قلنا هذه أمور مختلف فيها، وأصلا الشهادة في الطلاق ليست واجبة، فيصح على كل الأحوال. إذا طلق شخص زوجته طلاق بائن ثم أراد أن يرجعها، فماذا يترتب عليه؟ هل عليه أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، أم لابد من وجود محلل؟ طيب، هو على كل الأحوال الطلاق يعني أنواع، فيه طلاق يسمى طلاقا رجعيا، وهناك طلاق بائن، وهذا الطلاق البائن البينونة فيه بينونة صغرى أو بينونة كبرى، يعني يبقى طلاق رجعي طلاق بائن بينونة صغرى وطلاق بائن بينونة إيه؟ بينونة كبرى. فالطلاق الرجعي هو الطلقة الأولى والثانية، في المرة الأولى أو في المرة الثانية يسمى طلاقا إيه رجعيا. ومعنى أن الطلاق الرجعي أنه يجوز للزوج أن يرجع زوجته حتى ولو لم تقبل، طالما أنها ما زالت في فترة العدة، فهذا هو الطلاق الرجعي، أنه يستطيع أن يرجعها بأن يقول راجعتك أو رجعتك إلى عصمتي ونحو هذا من الأفعال التي تدل على الرجوع، طالما أنها ما زالت في فترة العدة من هذا الطلاق سواء الأول أو الثاني، سواء أوافقت أم لم توافق، يعني برغبتها أو بدون إيه رغبتها، وفقط يحصل الرجوع بأن يقول راجعتك، فده هذا الطلاق الرجعي. وفي الطلاق البائن بينونة صغرى، الطلاق البائن بينونة صغرى هذا يحصل يعني بأحد أمرين، يعني إما أن يطلقها على الإبراء حتى لو كانت الطلقة الأولى والثانية، ولكن على الإبراء يعني تبرئه من حقوقها كالمؤخر مثلا والشبكة يعني القيمة يعني نفقة العدة ونفقة المدعى، هناك حقوق للمطلقة، فإذا أبرأته وتنازلت عن هذه الحقوق فهذا يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يرجعها إلا إذا وافقت هي. وهذا الفرق ما بينه وبين الطلاق الرجعي، إن في الرجعي يعني يرجعها بدون إيه موافقته، إنما في البائن البينونة الصغرى يرجعها لكن بشرط أن إيه أن توافق، وبعقد ومهر جديدين سواء في العدة أو بعد العدة، تمام؟ وأيضا الطلاق الرجعي إذا انتهت العدة يصير بينونة صغر، يعني في طلاق من البداية خالص هو بينونة صغر، اللي هو إذا طلقها على مال أو على الإبراء والتنازل عن الحقوق، فهو من أول يوم هو اسمه بينونة صغر، بحيث أنه لا يستطيع مثلا في اليوم التالي أو كذا أنه يرجعها إلا إذا هي وافقت وبعقد ومهر جديدين، تمام؟ فده البائن بينونة صغرى. وكذلك أيضا الطلاق الرجعي في طول فترة العدة هو طلاق رجعي، لكن إذا انتهت فترة العدة تحول من رجعي إلى بائن بينونة صغرى، بحيث أنه بعد فترة العدة لا يستطيع أن يرجعها إلا إذا وافقت وإلا بعقد ومهر جديدين. واضحة المسألة؟ طيب، في بقى النوع الثالث اللي هو الطلاق البائن بينونة كبرى، وهذا إذا طلقها ثلاثا، يعني طلقها المرة الأولى ثم طلقها الثانية ثم طلقها الثالثة، فهذا يسمى يعني بينونة كبرى، وفي هذه الحالة لا يستطيع إرجاعها حتى ولو وافق إلا أن تنكح زوجا غيره، ويشترط في طبعا هي تنكح غيره بعد انتهاء عدتها من الأول، ثم هذا الشخص اللي هو يسمونه المحلل يعني يطلق هذه الزوجة بعدما يكون قد دخل بها دخولا حقيقيا، ثم بدا له أن يطلقها وتنتهي عدتها منه، فيمكن حينئذ أن تعود للأول بعقد ومهر جديدين وبثلاث طلقات جديدة، يعني لها ثلاث طلقات جديدة.
إذا طلقها الزوج الثاني بعدما دخل بها أو توفي عنها أيضا بعدما دخل بها، يعني تزوجها وتوفي عنها أو تزوجها وطلقها، ويشترط أن يدخل بها دخولا حقيقيا، ففي هذه الحالة تعود إلى الزوج الأول. ولكن إذا تزوجها الآخر ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها فلا يصح أن تعود إلى الزوج الأول ما لم يحصل الإيه الدخول. نفس الأسئلة تقريبا، هل يجوز الطلاق أمام شخص ذهبت عدالته؟ احنا كنا يجوز، لأن أصل الشهادة ليس واجب. وهل يجوز أن يطلق زوجته أمام عدد من الأشخاص وهو لا يعرف من هو الأعدل؟ يجوز. شخص مصاب بالوسواس وفي بعض الأحيان يتكلم مع نفسه ويقول أنت طالق لزوجته سواء كان في حالة الغضب أو لا يكون، فهل يوجد إشكال شرعي في ذلك؟ وهل يقع الطلاق بهذا الكلام؟ إذا كان يعني هذا الوسواس قهريا بحيث أنه بيخرج منه اللفظ من غير أن يقصد معناه فلا يقع الطلاق به. وأحيانا هو أصلا المصاب بالوسواس أحيانا لا يعرف إذا كان قال اللفظ أو لم يقله، يعني يتوهم أنه قاله وهو في الحقيقة لم يقله، فهذا يعني لا يقع منه الطلاق إلا إذا تلفظ بلفظ الطلاق قاصدا إياه جازما وعازما عليه. لكن إذا كان يعني بغير إرادة منه وتفكير أو لا يعرف أصلا إذا كان قال أو لم يقل فهذا لا يقع منه الطلاق، لأنه معذور، يعني كأنه سكران أو كأنه مكره فاقد للإرادة. هل يجوز للمطلقة طلاق الرجعية إذا اضطرت لأمر خارج عن إرادتها أن تخرج من بيت زوجها؟ يعني لقضاء مصلحة يعني ولا تخرج خروجا نهائيا؟ لا يعني تخرج تروح تجيب حاجة تعمل شغلها. جائز. أصل الطلاق الرجعي هي في حكم الزوجة. يعني إذا طلقها طلاقا رجعيا ففي فترة العدة هي في حكم الزوجة، فهي تقيم في بيت يعني زوجها. ولا تخرج منه إلا كما تخرج الزوجة العادية لقضاء المصالح وهكذا، لكن هي في حكم الزوجة فلا يجوز لها مثلا في هذه الفترة أن تخطب ولا أن تتزوج من آخر وهكذا، فهي أصلا في حكم الزوجة. ولذلك لو مات أحدهما في فترة الرجعة يتوارثان، يعني هو يرثها وهي ترثه، لأن الزوجية قائمة حكما، يعني حتى مع حصول الطلاق الرجعي الزوجية قائمة حكما، فيعني تعامل معاملة الزوجة وينفق عليها في هذه الفترة كأنها زوجته وهكذا، لكن لا يطلبها إلا إذا أراد الرجوع إليها. نعم. زوج ترك زوجته لمدة 4 سنين ولم يلامسها وطلب طلاقها، هل يجب على الموكل إليه أمر الطلاق المرأة أن يسأل الزوجة إذا كانت طاهرة من الحيض والنفساء وأنها في طهر لم يوقعها زوجها فيه؟ نعم، يعني هو على كل الأحوال إحنا الطلاق في طلاق البدعة وفي طلاق السنة. طلاق البدعة إن هو يعني طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، يعني لابد عشان يقع عشان الطلاق يبقى واقعا على وجه السنة لابد أن يطلقها مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يعني فإذا فقد شرط من هذه الشروط الثلاثة يكون الطلاق طلاق بدعة، بأن يطلقها مثلا في أثناء الحيض أو يطلقها في أثناء طهر حصل بينهما جماع فيه. يعني أنا مش فاهم طهر حصل ما بينهم جماع، يعني إحنا المرأة عندنا في فترة حيض وفترة طهر وليكن مثلا 10 أيام حيض و20 يوم طهر مثلا، يعني تمام، ف إذا حاضت المرأة لا يجوز يعني لا يحل له أن يطلقها في فترة الحيض. طيب إذا انتهت من الحيض يجوز له أن يجامعها، فلو جامعها في فترة الطهر ثم أراد أن يطلقها لا يجوز له هذا الطلاق، يعني لا يحل له هذا الطلاق لأنه جامعها في هذا الطهر. فإن أراد أن يطلقها بعدما جامعها عليه أن ينتظر إلى الحيضة التالية ثم الطهر الذي بعده فيطلقه. ثم ممكن واحد يتعارك مع مراته عركة وخلاص قرروا ان هم هيتطلقوا وراح رامي عليها
احنا ما وهو كان لسه امبارح مجمعها مثلا. طيب ما هو اصل هو المشكله في ايه؟ في ان الطلاق يعني الناس بتتصور ان هو انفعال وقتي، فيبقى مجرد ان هنا يعني ان يحصل ايه العراك بينهما يبقى يطلق، وهذا خطا. والاسلام شرع هذا الحكم لكي يعطي الزوجه فرصه للتروي، يعني مثلا في غالب الاحوال يكون قد جامعها عند انتهاء الحيض ثم تحصل الايه المشكله في اثناء الشهر، فالاسلام يقول له انتظر حتى طالما انك جمعتها في هذا الطهر حتى لو حصلت مشكله ولو كبيره، انتظر حتى ينتهي الطهر وتحيض مره اخرى، فاذا طهرت طلقها ان شئت. فهذا يعطي مساحه للتروي ولهدوء الايه النفس من الانفعال. ف ولذلك الطلاق يعني وان كان يصدر برغبه منفرده يعني او بكلمه من الزوج، ولكن في الحقيقه يعني ينبغي ان هو يكون هناك اتفاق بينهما يعني على الطلاق، وهذا هو الافضل، يعني ان يريا معا ان العشره بينهما ايه مستحيله وانه لا حل لذلك الا بالطلاق، لكن ان الزوج هو اللي يعني يوقع الطلاق من تلقاء نفسه ويفاجئ الزوجه بهذا، هذا امر يعني ليس مستساغا ولا مستحسنا عند في الشرع. فلذلك ينبغي ان يحصل بينهما اتفاق، فاذا حصلت المشكله القويه بينهما لا يجوز او لا يعني لا ينبغي على الزوج انه يسارع فيطلق، بل عليه ان ينتظر، وفي خلال الفتره التي يعني تمر بعد المشكله في يعني الى ان ياتي الحيض التالي وهكذا يستطيعان ان يترويا في الامر وان يتدارسا الامر، ثم ان بدا لهما ان يعني ينفصلا يطلقها في الطهر التالي الذي لم يجامعها. طيب فاذا قلنا ان الطلاق السنه هو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه مره واحده، فعكس هذا يسمى طلاق البدع اللي هو ايه بقى؟ طلاق البدع اللي هو يطلقها في الحيض او يطلقها في طهر جامعها في زي ما حضرتك قلت هو جامعها مثلا امس وبعدين النهارده الصبح قاموا الصبح اتخانقوا فيروح يقول لها انت طالق. طبعا هذه صوره غير مستحسنه، واذا فعل ذلك يكون عاصيا لانه طلق في طهر جامعها فيه. والحاجه الثالثه ان هو يطلق عده مرات في طهر واحد، يعني يطلقها ثلاثا مثلا او عده مرات في طهر واحد. المشروع والسنه اذا اراد ان يطلقها يطلقها في الطهر مره واحده، فاذا اراد ان يطلقها الثانيه والثالثه فليكن ذلك في طهرين ايه تاليين. فهذا هو طلاق البدع، انه يطلقها في الحيض او في طهر جامعها فيه او يطلقها عده مرات في نفس الطهر. طيب طلاق البدع هذا اذا حصل يقع او لا يقع؟ يقع، يعني الطلاق نافذ ولكن يكون عاصيا لله بايقاعه هذا الطلاق، يعني سواء في السنه او في البدع الطلاق واقع، ولكن يعني الفرق بينهما انه في طلاق البدعة يكون عاصيا لله بتطليقه زوجته في حالة الحيض أو في حالة طهر جماعة فيه أو عدة طلقات في طهر واحد. فلذلك السؤال اللي حضرتك سألته بيقول إن هو لم يلامس زوجته مدة طويلة 4 سنوات مثلا أو نحو هذا، وبعدين أراد أن يطلقها سواء بنفسه أو عن طريق الوكيل، فهل الوكيل يسأل الزوجة إذا كنت حائضا أو لا؟ نعم يسألها لئلا يقع في إيه؟ في المحظور وهو أن يطلقها في الحيض، فينبغي أن يتأكد عند إيقاع الطلاق سواء هو أو الوكيل أنها ليست في حالة حيض وإلا وقع في المعصية، لكن إن وقع في المعصية فالطلاق واقع. نعم. طب ماشي يا مولانا، فرضا واحد دلوقتي طلق مراته 3 طلقات وكده تبقى البينونة الكبرى ما بينهم. تمام. ولكن واحدة منهم كانت طلاق بدعة، كان مثلا عليها الدورة الشهرية أو أي كان الموضوع، بس هو طلاق بدعة. نعم. في اللحظة دي تحتسب دي طلقة من ضمن الطلقات؟ نعم، احنا قلنا ان الطلاق البدعة يقع، لكن طبعا هو يأتيني هنا وأسأله وأحقق معه لعل يعني لفظا من الألفاظ التي نطقها لا يقع بها الطلاق، يعني قد يكون احد الفاظ الطلاق من الفاظ الكنايات، فاساله عن نيته يقول لم انوي الطلاق، فحينئذ يلغى احتساب هذا اللفظ منه. ولكن لو فرضنا ان الطلقه الاولى واقعه والثانيه واقعه والثالثه يعني بلفظ يقع به الطلاق حتى ولو كانت في حاله الحيض فهي محسوبه وتحرم عليه ان كانت الطلقه الثالثه. طب
معلش برضو في الحتة دي، في ناس طلعت على مشايخ طلعت على الفضائيات كتير وبتؤكد ان الطلقة دي لا تحتسب، وهو كده يبقى من حقه ان هو طلق مرتين فقط. والله هو في بعض الـ الـ العلماء قالوا بهذا، قالوا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، وبالتحديد هو ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكن جمهور العلماء و يعني الأزهر الشريف على يعني المذاهب الأربعة بأن الطلاق يقع في الحيض مع المعصية. أحيانا بيضطر المفتي إلى أن يأخذ بهذا القول الضعيف إنقاذا للأسرة يعني ونحو هذا، ولكن الأصل أن الطلاق يقع في الحيض والنفاس كما يقع في حالة الإيه الطهر. إذا تراضى الزوجان بالتنازل عن حقوقهما المالية بخصوص المهر المؤجل أو البذل، مش عارف يعني إيه البذل دي، ووقع الطلاق وفق هذا التراضي، فهل هذا التراضي مشروط بمدة معينة أم أنه سير المفعول إلى الأبد؟ لا، إذا تراضي على إسقاط الحقوق فهو إسقاط إلى الأبد. لها حقوق عند الطلاق، إذا الزوج هو اللي طلقها فلا حقوق، فقد تطلب هي الطلاق وتتنازل عن هذه الحقوق أو عن بعضها، فإذا تنازلت خلاص سقطت الحقوق إلى الأبد. طيب، إذا ثبت بالتشخيص الطبي عدم القدرة على الإنجاب مستقبلا مع تحقق الإنجاب سابقا من المرأة، فهل يكفي ذلك في عدم أهمية كون المرأة طاهرة أو غير طاهرة في حالة إيقاع الطلاق؟ يعني أنا مش فاهم، يعني هي انقطع الحيض عنها يعني ولا إيه؟ ما واحده ما بتخلفش خلاص، يعني هم قالوا لها ان انت مش هتخلفي تاني، وهي بس هي كانت بتخلف قبل كده وتحيض، وكانت تخلف قبل كده وتحيض. نعم. تمام. وبعد كده الدكاتره قالوا لها لا انت خلاص مش هتخلفي تاني، فلازم تكون برضو طاهر وطالما في حيض يبقى لابد من انه لا يطلقها في حيض ولا في طهر جماعه، انما اذا كانت يعني انتهى الحيض عندها ووصلت الى سن الياس فحينئذ يطلقها في أي وقت، وإنما إذا كانت ما زالت من ذوات الحيض فلا يجوز له أن يطلقها في حالة الحيض، لابد أن يطلقها وهي طاهرة، ويكون كذلك في طهر لم يحصل بينهما فيه جنة. المرأة اليائس لو أراد زوجها أن يطلقها فماذا يترتب عليها قبل الطلاق وبعده؟ لا، ما فيش فرق يعني بين اليائس وذات الحيض، اللهم إلا في كيفية العدة، يعني مفيش قبل الطلاق شيء، يعني اللهم إلا أنه يطلقها في أي وقت، لأن ملهاش حيض أصلا حتى نمنعه من التطليق فيه، ثم بعد الطلاق عدتها تكون بالأشهر، إنما المرأة التي تحيض عدتها بالحيضات وثلاث حيضات، فإذا انتهت الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها، إنما المرأة اليائس لا تحيض فهذه عدتها بالأشهر، يعني تعتد ثلاثة أشهر قمرية. وطبعا يعني ربما يظن أو كثير من الناس يقع في خطأ أنه يظن أن هذه وتلك واحدة، يعني الأشهر والحيض واحد، ولكن هذا فهم خاطئ، لأن الحيض ممكن يجي في أقل من شهر، يعني يأتي الحيض مثلا للمرأة 5 أيام والطهر 15 يوم، وبعدين حيض جديد وطهر جديد وهكذا، فيبقى كل 20 يوم بيحصل حيض، مش كل شهر ولا حاجة، فممكن العدة بتاعتها تنتهي في 60 يوما، اللي هي مثلا لو طلقت قبل الحيض مباشرة وبعدين جالها الحيض مثلا 5 أيام وطهر 15 يوم، وبعدين حيض تاني مثلا 5 وطهر وهكذا، فممكن تنتهي عدتها، يعني عند الحنفية يتصور أن تنتهي عدتها في 39 يوما. ليه؟ لأن الحيض ممكن يتصور فيه 3 أيام، يعني في حيض يمكث مع المرأة 3 أيام فقط، والطهر ممكن يبقى 15 يوم فقط، فلو هي حاضت المرة الأولى والثانية والثالثة أدي 9 أيام، يعني 3 و3 و3 9، وبينهما يعني بين الحيضات طهران مدة كل منهما 15 يوما، يبقى أدي 15 و15 30 و9، يبقى 39، فتنتهي حيضتها الثالثة بعد 39 يوما، حينئذ يعني شهر وتسعة أيام انتهى إيه؟ الأمر انتهت العدة بالنسبة لها بعد شهر وتسعة أيام. طبعا ده يعني ممكن يحصل، لكن
في امرأة ممكن الحيض بتاعها يجي لها بدل كل شهر يجي لها كل شهرين، يبقى دي عدتها ممكن تبقى 6 أشهر، ممكن يجي لها كل سنة مرة يبقى عدتها 3 سنوات. فإذا العدة بالحيض بتختلف عن العدة المحسوبة بالأشهر، فالعدة بالأشهر للآيسة، أما العدة بالحيض فلذواتي الحيض، سواء بقى الحيض جه في فترات متقاربة أو فترات متباعدة فالعدة بالحيض لذوات الحيض. نعم. هو في سؤال هنا انا ايه هعدله شويه، يعني السؤال رقم 27 ده هعدله شويه. بناء على رغبه الزوجه تم الطلاق، تمام، والمفترض انها تم الطلاق وهي حائض، وبعد ان اعتدت المراه اقامت علاقه مع شاب بدون عقد وقد دخل بها، فما حكمها؟ حكمها انها زانية، لأن يعني قامت علاقة مع شاب علاقة زوجية مع شاب لم يتزوجها، يبقى هي زانية، عليها أن تتوب إلى الله. يعني ممكن السؤال بطريقة تانية برضه. في اللحظة دي الزوج اللي هو طليقها ده اللي هو طلقها وهي عندها الدورة أو إنها حائض من ذوات الحيض، تمام، من ذوات الحيض، هل الزوج ده في اللحظة دي يقيم عليها دعوة زنا؟ لو أراد إن هو يرجعها أو حاجة كده؟ دي مسألة قانونية. هو عموما لو كان الطلاق رجعيا فكما ذكرنا هو الطلاق الرجعي الزوجية قائمة بينهما حكما، فلو أن يفعل هذا شرعا، لكن مسألة إن المحاكم بماذا تأخذ أو كذا هذه مسألة قانونية يسأل فيها يعني أهل القانون. ما حكم يمين الطلاق الذي يصدر من شخص لترهيب زوجته فقط؟ هو إذا كان باللفظ الصريح يقع، إنما إذا كان بلفظ الكنايات وأراد باللفظ يعني يقول لها مثلا أنت البتة أو أنت بتة أو أنت حرام علي أو الحقي بأهلك أو مثلا أنت طالق بالهمزة، كل هذه كنايات الطلاق، فلو قال أنا قصدت ترهيبها وتخويفها لا يحتسب الطلاق، إنما إذا كان باللفظ الصريح يقع الطلاق حتى ولو لم يقصده. في مسألة طبعا عندنا اللي هي مسألة الطلاق المعلق، يعني يقول لها لو فعلت كذا، إن نزلت من البيت، إن ذهبت إلى مثلا أمك وهكذا، يعني فأنت طالق، يعني يعلق الطلاق على أمر، فهذا أيضا نسأله عن نيته، إذا قال قصدت بذلك منعها من فعل هذا الشيء أو يعني إجبارها على فعل شيء معين ولم أقصد أنها إذا فعلت تكون طالقا لا يقع الطلاق بهذا، ويكفر عن اليمين بأن يطعم 10 مساكين. إنما لو قال لها مثلا إن فعلت كذا فأنت طالق، وسألناه ماذا كنت تنوي، فقال نويت أنها إذا فعلت أطلقها فعلا، فحينئذ يقع الطلاق بهذا. يعني الطلاق المعلق يعامل معاملة الكنايات، إن قصد به الطلاق يقع، إنما إن قصد به التهديد أو التخويف أو المنع من شيء معين فلا يقع، ولكن تكون عليه كفارة اليمين. نعم. شخص طلب زوجته الطلاق، فماذا عن المهر والذهب والملابس والهدايا؟ وهل تكون لها أو له؟ يعني هتبقى من نصيب مين؟ وهل صحيح إذا الرجل لم يأتي زوجته 40 يوما حرمت عليه؟ لا، يعني أولا بالنسبة للشق الثاني إن إذا لم يأتي زوجته لا تحرم عليه، ولكن إن امتنع عن زوجته مدة طويلة تستطيع أن ترفع عليه دعوة تطليق للضرر لأنها متضررة من امتناعه عنه، فترفع دعوة التطليق وتثبت الضرر عند القاضي والقاضي يحكم بتطليقه إن ثبت عنده هذا الضرر، ولكن بمجرد أنه يمتنع عن معاشرتها 40 يوم أو 4 أشهر أو أي مدة كائنة ما كانت لا يقع الطلاق بهذا، إلا إذا حرمها على نفسه، يعني وهو ما يسمى في الشرع بالإيلاء، يعني يقول لها لا أقربك أو والله لا أقربك مثلا 4 أشهر، فإن مضت أقل مدة 4 في الإيلاء، يعني قبل كده لا يكون إيلاء بل يكون يمينا، لكن إذا حلف على زوجتي والله لا أقربك أو لا أجامعك 4 أشهر أو أكثر، فإذا انقضت المدة تكون طالقا منه إن لم يجامعها في خلال هذه المدة. أما إذا حلف مدة أقل أو لم يحلف أصلا كما هو السؤال بل امتنع عنها بالفعل من غير حلف، امتنع عنها 40 يوما أو أي مدة،
فلا تكون طالقا بهذا بمجرد هذا الامتناع، لكن ان هذه الفتره طالت تستطيع ان يعني ترفع دعوى التطليق لحصول الضرر بامتناعه عنها. فهذا الشق الثاني من السؤال. الشق الاول من السؤال وهو حكم الذهب والشبكه والملابس والقائمه، هذه في العرف داخله في المهر، يعني المهر منه مقدم ومنه مؤجل، فمؤخر المهر مع الشبكه مع قائمه المنقولات هذه كلها داخله في المهر، فاذا طلقها بعد الدخول فهذه الاشياء لها يعني من حقوقها لانه مهرها. واما اذا طلقها قبل الدخول فيثبت لها نصف المهر، يعني تاخذ نصف الشبكه ونصف القائمه ونصف المؤخر اذا طلقها قبل الدخول، ولكن بعد الدخول اذا طلقها بعد الدخول فهذه الاشياء من حقها، بخلاف ما اذا طلقها قبل العقد. يعني احيانا الخاطب يعني عفوا مش طلقها، يعني فسخ الخطبه قبل ان يعقد عليه، جاء بالشبكه لمخطوبته وجاء لها بالهدايا ثم طلقها قبل العقد، عفوا حصل عندي يعني ثم فسخ الخطبه قبل العقد، ففي هذه الحاله الهدايا والشبكه من حقه هو، انما اذا عقد عليها فاصبح هذا من مهرها. ان كان الطلاق قبل الدخول لها نصف هذا المهر، ان كان بعد الدخول لها المهر كاملا. بماذا يستدل العلماء في عدم جواز تطليق الحامل في حالة عدم الطهر؟ هل لكره الطلاق واعتباره أبغض الحلال عند الله تعالى؟ لا، ما فيش، الحكم ده مش موجود أصلا، يعني عدم جواز تطليق الحامل في حالة عدم الطهر كيف يعني؟ الحامل لا تحيل، فهو على كل الأحوال المرأة إذا كانت عندها حيض يبقى لا تطلق إلا بعد انتهاء الحيض، ولا يجوز تطليقها يعني في حالة الحيض اللي هي في حالة عدم الطهر، ولكن ده غير الحامل، لأن الحامل ما عندهاش أصلا حيض عشان نقول إنها في حالة طهر أو في حالة عدم الطهر، والحامل يستطيع زوجها أن يطلقها، إنما غير الحامل التي تحيض فيطلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه، فلا يجوز أن يطلقها في الحيض، وينبغي أن ينتظر حتى ينتهي الحيض حتى يطلقها. امرأة بعد الولادة وفي مدة الرضاعة انقطع الحيض عنها مدة 9 أشهر وقد تصل لسنة، نعم، وأراد زوجها أن يطلقها، فكيف يكون الطلاق وهي لا تحيض والطلاق لا يقع إلا بعد الطهر؟ هو إذا كانت في إذا انقطع حيضها بسبب الرضاع فهو سيرجع بعد الرجاع بعد الرضاع، فإذا كان جمعها بعد النفاس يبقى هذا طهر جمعها فيه، فينتظر إلى أن تحيض بعد انتهاء الرضاع ويطلقها، لكن إن طلقها قبل ذلك يقع الطلاق ولكن مع المعصية. امرأة طلقت طلاقا رسميا، لكن هو في سؤال هنا ممكن يسأل في يعني إذا لم يجامعها مثلا بعد النفاس وطلقها والحال أنها لا تحيض في أثناء الرضاعة، في غالب يعني المرأة ينقطع حيضها في فترة الرضاعة يعني، أو قد يحصل يعني انقطاع الحيض في فترة الرضاعة، فهنا عدتها 3 حيضات حتى ولو الحيض تأخر يعني مدة الرضاعة أو يعني أكثر من هذا، طالما أن الحيض لم ينقطع انقطاعا نهائيا إنما انقطع بسبب يعني كمرض أو الرضاعة أو كذا أو كذا، ولكن لم ينقطع عنها نهائيا فلا تنقضي عدتها إلا بعد 3 حيضات. يعني لو هي بترضع وانقطع عنها الحيض لمدة مثلا سنة، يبقى في اللحظة دي أول ما ترجع لها الحيض تاني يبقى تستنى 3 شهور، مش 3 شهور، لما يرجع لها الحيض تاني هتبقى دي المرة الأولى، تستنى المرة التانية وتستنى المرة التالتة، فإذا انتهت الثالثة فقد انتهت عندك. ولو افترضنا إن الحيض بيجي لها مرة في الشهر يبقى معنى كده إنها هتنتظر 15 شهر. لو بيجي لها مرة في الإيه؟ في الشهر؟ يعني 12 يعني 12 15 شهر يعني حوالي كده تقريبا. تمام. امرأة طلقت طلاقا رسميا حسب القانون وانفصل عنها زوجها من كل النواحي واجتمع
اكتملت العدة وزادت عليها، هل يحق لها أن تتزوج بعد أن تقدمت لها عدة بعد أن تقدم لها عدة أشخاص، وما حكم طلاقها؟ وبرضه الأسئلة اللي يعني بعض السائلين اللي يأتون بال يعني تجمعت طبعا من أسئلة السائلين وكده، فأحيانا أسئلة بتبقى إيه غير دقيقة أو فيها ما هو أجنبي عن السؤال، يعني ما ليس له أي تأثير في الإجابة. فمثلا أنت حضرتك السؤال بتسأله إيه؟ طلقت طلاقا رسميا حسب القانون، وحتى لو طلاق مش رسمي، يعني هو يعني مسألة العدة ومسألة حلها للزوج الآخر مش متوقف على إن الطلاق رسمي أو غير رسمي من ناحية الشرعية يعني. تمام. الأمر الآخر صاحب السؤال بيقول إيه يعني بعد أن أكملت العدة وزادت عليها، سواء زادت عليها أو لم تزد عليها، المهم هو عندنا هو اكتمال العدة. وبعدين بيقول هل يحق لها أن تتزوج بعد أن تقدم لها عدة أشخاص؟ نعم يحل، حتى ولو لم يتقدم لها إلا شخص واحد. يعني ليه بعد عدة أشخاص؟ إنما افرض تقدم لها أول شخص بعد انتهاء العدة فقبلته وتزوجته، يجوز لها هذا. واحد يعني إذا انتهت عدة المرأة تحل للأزواج. واحد عايز يأكد مثلا لواحد صاحبه إن هو ما عملش الموضوع الفلاني، فبيقول له طب علي الطلاق ما عملت. طيب. تمام؟ هل يقع هذا الطلاق؟ لا، عموما علي الطلاق أو علي الطلاق هذه من الأيمان وليست من الألفاظ التي يقع بها الطلاق. حتى لو كان عمل؟ نعم، هذا يكون كاذبا في يمينه وعليه أن يتوب. هل يجوز الطلاق عبر البريد الإلكتروني والفاكس؟ نعم يجوز، احنا قلنا ان هو لابد فيه من اللفظ سواء بالكتابة او بالتلفظ، فاذا كتبه يعني بالبريد الإلكتروني او بالفاكس او كذا مستوفيا شروطه يقع به الطلاق. نعم. طيب، امرأة تزوجت بعقد صحيح من رجل ثم عرض له مرض الإيدز، جاله مرض الإيدز، فهل تستطيع المرأة فسخ العقد ام الحاكم الشرعي يتولى الطلاق؟ أم يكبر الرجل على الطلاق؟ وكيف يكون الأمر لو كان قبل الدخول؟ سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، إذا ظهر فيه مرض أو عيب يمنع من الجماع فيجوز لها أن تطلب التطليق للضرر، ولكن طبعا هذا لا تفعله من تلقاء نفسها، يعني لا تطلق نفسها، وإنما ينبغي أن يطلقها الزوج نفسه، يعني هي تطلب منه فيطلقها، فإن أبى رفعت الأمر إلى القضاء والقضاء يحكم لها بالطلاق لثبوت ذلك الضرر، لكن هي تستقل بفسخ العقد، هذا طبعا يعني ليس للمرأة أن تفعل هذا. نعم. فضيلة الشيخ حازم الكيلاني، نشكرك شكرا جزيلا. شكرا. على الحلقة شرفتني المحترمة دي، وعلى وعد باللقاء إن شاء الله. شرفتني.